كابتن حسن، يمكن انا عندي هنا تقرير اهم ثلاث مراحل للكابتن حسن حمدي وانت بتلعب. نشوف التقرير ونرجع لحضرتك تاني. ماشي. سيظل حسن حمدي صاحب بصمة كبيرة في كرة القدم بالنادي الأهلي، لكن خلال مسيرته كلاعب كانت له لحظات مشرقة لن تسقط من ذاكرة التاريخ. هذه اللحظات هي من منحته لقب وزير الدفاع، فقد شارك حمدي مع الفريق الأول في بطولة الدوري طوال 6 مواسم، لعب خلالها 107 مباراة. وإن كانت المواسم الثلاثة الأخيرة هي الأبرز في حياة حسن حمدي رياضية، وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفني المجري ناندور هيديكوتي، حيث فاز الأهلي بالبطولة في هذه المواسم الثلاثة بجدارة. كان موسم 74-75 الأعظم له مع الأهلي كلاعب، وخلاله ظهر كنموذج للنجم المتكامل، وشارك في جميع مباريات الفريق بمستوى عالي طوال الموسم، وهو ما منحه فرصة الانضمام إلى صفوف المنتخب القومي. وواصل حمدي تألقه في الموسم التالي 75-76، ونجح في قيادة الأهلي للفوز بالبطولة دون أي هزيمة بفضل صلابة دفاعه بقيادة وزير الدفاع، حيث خاض الأهلي 21 مباراة، فاز في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 49 هدفا واهتزت شباكه مرتين فقط طوال الموسم. استمر تفوق الأهلي في موسم 76-77 الذي احتفظ فيه بالدرع للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن لعب الفريق 28 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة. شارك الكابتن حسن حمدي في 17 مباراة من الموسم، آخرها وآخر مباراة له مع الأهلي في الأسبوع 30 بحضور 70,000 متفرج زحفوا إلى استاد القاهرة للاحتفال بدرع الدوري، وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري 4-1.